السلام عليكم أصدقاء صفحات تدير حال الحو الزمران. وبا أنس، قمة أخرى إن شاء الله نقربكم منها، وهي قمة جبل أرودان لتتواجد في زاوية طحنزة الإقليم أزيلان للعلو ديالها تتعدى 3300 متر. هاد القمة يعني كانت الانطلاقة من تدير حال مرورا بإدمنات ثم أيتبو قماز ثم اسم السوق، يعني قبل ما نوصل لزاوية أحنصة نزلنا نقربكم مع سميتو، يعني نزلنا حدا واحد الريزو ليه، نزلنا من داك الشبل ليه طعنا نيشان وجينا مع هنا طل القمة. بالنسبة لهاد القمة غادي نقربكم شي قمة أخرى ديال الأطلس الكبير الأوسط، قمة جبل أزورتي، حداه تتبان قمة جبل رات والتيكوسي، فهاد الاتجاه تتبان قمة جبل مكون، قمة جبل واو قلزت. نزلوا لهاد الاتجاه، هنا هادي قرية طاغية مشهورة، قرية طاغية هنا غادي يبان لكم جبل جبل تيمغازين، هنا حدا كاين اسفولة زاوية الحنصة في هاد الاتجاه، هنا ان شاء الله ربي يخليك في هاد الاتجاه كاينة كاتدرال بن سفان، في هاد الاتجاه راه كاينة ازيلان، الاتجاه ديال سيدي الحنصة راه هاد الجبل هادي باش مسيدي أنس. تحية الأصدقاء الصحة، الناس المغامرة والتحدي، ومرحبا بهم ياك، ونخليكم إن شاء الله تكتشفوا معنا قمة أخرى وجبل آخر إن شاء الله.